بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Math Grade 7. Today we have Math Revision Final Exam Term 3 for Grade 7. I want to remember you the math required materials. Model 10 probability. Include lesson 1 find likelihoods. Lesson 2 relative frequency of sample events. Lesson 3 theoretical probability of sample events. Lesson 4 compare probabilities of sample events. Lesson 5, probability of compound events. And lesson 6, simulate chance events. And we want model 11, sampling and statistics. Include lesson 1, biased and unbiased samples. Lesson 2, make predictions. Lesson 3, generate multiple samples. Lesson 4, compare two populations. And lesson 5, assess visual overlap. Now, before I will start, I want to ask you who has any question about the revision or about any idea in the two models 10 and 11. Mr. Me. Raise your voice, Leah. Mr. I have questions related to like the chapters. Which chapter? Chapter 1, I think the lesson of compare and frequency of chapter 11 or 10? 10, I think. Compare probabilities of simple events. Yes, compare. And also, Mr. Yes. Compare probabilities of sample events. Yes. Repeat, Layana, please. And also, simulate chance events. Yes. طيب. Compare probabilities of sample events. هلا هذا الدرس أنا بدي قارن بين عينتين. في عندي تجربة أولى وتجربة ثانية. بدي قارن انه اي عينه او اي تجربه اعطتني نتائج افضل. تمام. طبعا الرسم الاول والرسم الثاني لنفس التجربه بس لشخصين مختلفين. فانا كيف بعرف او بستدل ايهما افضل؟ من خلال الرسم. اذا كان الرسم الاختلاف فيه قليل معناته النتائج فيه افضل، وكل ما كان الاختلاف فيه كبير معناته النتائج اقل. فلاحظوا هون هلا في تقارب بين النتائج، كان في تقارب بين النتائج. يعني هلا هو مثلا كانت 7 هون 7 هون كانت 6 هون 8 هون 6 هون 6، اذا النتائج كانت قريبه من بعضها. اما بنلاحظ هون بالرسم الاول النتائج بعيده كثير عن بعضها، لا هون 10 بينما هون 2 هون مثلا 8 هون 8 هون 6 هون 6. اذا كان في اختلاف في النتائج. التجربه الاولى اعطتني تقارب اكثر في النتائج، معناتها التجربة الأولى هي أفضل بالنسبة إلي. شو بتكون هي أفضل؟ فلذلك شو اخترت دوغلاس اللي هو يمثل التجربة الأولى. مثلا هون هلا هون عطاني دين وعطاني نيكولا، طالبين، عندي طالبين، الطالب الأول والطالب الثاني. فأنا إذا درست لاحظوا الطالب الأول نتائجه متقاربة أكثر من الطالب الثاني. الطالب الأول كان النتائج عنده متقاربة أكثر من النتائج الثانية، الطالب الثاني كان في تفاوت كبير في النتائج. لاحظوا هنا مثلا كان 9 11 10 هون مثلا 7 8 9 14 12، بينما هون كان 5 16 9 7 16 15 3 9. لاحظوا انه في اختلاف كبير، فمعناتها نتيجه الطالب الاول افضل بعدين بتجي نتيجه الطالب الثاني. تمام ليام؟ تمام. طيب خلينا نروح على الدرس الثاني. شو قلتي لي اسمه الدرس الثاني؟ سيميليود؟ يس مستر. يس. مستر، this lesson compare like compound we should just like
use the like tree diagram. The probability of compound events هو نفسه الـ simple space فضاء العينة بس هون بيكون عندي two or three probabilities in the same time. وقت بيكون عندي الاحتمالات مركبة وبدي اكتب انا فضاء العينة فهون بصير اسمه probability of compound events يعني احتمال المركب. الاحتمال المركب. يعني خلينا نشوف مثال مثلا هلا هون انا بدي اختار the new school uniform consists of khaki pants or blue jeans or maroon black or white blue shirt. هلا انا بدي اختار البنطلون البنطال وبدي اختار القميص تمام. هلا الالوان المتاحه للبنطال عندي البلو جينز والمارون بلاك. الالوان المتاحه للشيرت شو قايل لي البلاك اور الوايت بولو. طيب انا في عندي هون احتمالات مركبه. الاحتمال الاول اللونين للبنطال والاحتمال اللونين الثانيات هن الاحتمال الثاني. طيب هلا احتمال انا مثلا شو اخذ اختار اللون البنطال بلو اختار معه شو للقميص البلاك او الوايت. احتمال اخذ المارون للبنطال اختار معه للقميص البلاك او الوايت بلو تمام. فهلا انا راح اختار احتمالات كامله الممكنه. وشو قال لي هون الخاكي بانتس اذا اخترت انا الخاكي اذا اخذت اللون الخاكي للبنطال and maroon blue اذا ممكن اختار الخاكي والمارون بلو. ممكن اخذ البلو جينز اند المارون بلو. ممكن اخذ الخاكي بانتس اند بلاك بولو. ممكن اخذ البلو جينز اند بلاك بولو. ممكن اخذ الخاكي بانتس اند الوايت بولو اور بلو جينز اند وايت بولو. اذا ذكرت النتائج كامله الممكنه هي اسمها السامبل بليس سامبل سبيس سوري هي اسمها السامبل سبيس تمام ليان؟ تمام. السيميليوت تشانس ايفنتس. السيميليوت تشانس ايفنتس مثلا خلينا نشوف هالمثال. In a board game there is 2 over 9. هلا هو اعطاني احتمال. شو قال لي؟ chance of drawing a card that gives a player a double turn. double turn يعني مرتين، كرر التجربة مرتين. الفرصة اللي طلعت معي 2 over 9، شو يعني 2 over 9؟ يعني احتمالات الكلية 9، الاحتمالات اللي حدثت 2 فقط، 2 من أصل 9. The remaining cards are single turn cards. إذا اللي بقيوا هن عبارة كان عن شو عن single turn دورة واحدة. اللي حدثوا فعلا هن عبارة عن شو عن double turn عن دورتين. The player wants to run a simulation to estimate the probability of drawing to a double turn cards in a row. Assuming the first card is replaced and the deck is shuffled afterward. طيب خلينا نشوف السؤال الأول. How can the player model the chance of drawing two double turn card in a row? Design a simulation. يعني العبرة أو الفكرة أنه أنا بدي أشرح شو صار بالتجربة. بدي أعطي تفسير للشيء اللي صار. فلاحظوا أول شيء. نحن الشيء اللي استخدمناه هو السبينر. القرص اللي بدور. Use spinner with a 9 equal size. ليش لي استخدم 9 equal size؟ لأنه حدد لي هو هون شو؟ حدد لي 9. إذا معناته أنا عندي spinner مكون من 9 أجزاء متساوية. Label two section. إذا نحن رح نختار جزئين منهم. هلا الـ label two رح نرمز له دي. إذا الرمز دي شو يعني label two؟ إنه نحن اخترنا 2. For double turn cards لدورتين مختلفتين for double turn cards and seven section. طيب هلا وقت انا اخذت 2 من اصل 9 وقت اخذت 2 شو ضل معي؟ ضل معي 7 لذلك شو قلت؟ and seven section. اذا ال 7 section اللي تبقوا شو هن S رمزهم S رمزتهم انا S. For a single turn هدول
السبع أجزاء المتبقية هدول راح ندورهم دورة واحدة بس، راح يكون الاختيار منهم دورة واحدة، أما إذا داروا دورتين راح يكون الاختيار جزئين. The spinner is spun twice for each trial. كل تجربة راح نعيدها مرتين. تمام؟ إذا هذا معنات أو هذا تفسير الاحتمال اللي وقع معي. الجزء الثاني عم يقول لي suppose the table shows the result of 10 trials of assimilation. الدي مثل ما قلنا يعني دبل، represent drawing double term card and S يعني 7 section and single term. S represent a drawing a single term card. هلا أنا نظم لي جدول، هو أعطاني جدول منظم، هون عدد الدورات التريال أو عدد التجارب، هون الفيرست كارد وهون السكند كارد. فأنا هون قال لي 10 تريال فرقمتهم من 1 إلى 10. طيب هلا بالفيرست كارد احتمال يطلع معي سنجل، احتمال يطلع معي دبل، سنجل 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 دبل، فأنا ذكرت النتائج اللي طلعوا معي. نفس الشيء بالسكند كارد، نفس الشيء سنجل سنجل دبل، كمان ذكرت الاحتمالات اللي ممكن تطلع معي. بالنتيجة شو بدي استنتج؟ إنه according to result of a simulation what is the experimental probability of drawing two double turn cards in a row. هلا أنا بالنتيجة سواء single ولا double بالنتيجة راح أختار كرد واحد. من أصل كم؟ كم مرة أنا عدت التجربة؟ 10 مرات، فهي 1 over 10. ال 1 over 10 شو بنكتبها؟ 0.1 or 10%. إذا هذا المقصود بالسيميليوشن. But how did you get like 1 over 10 and... تمام، أنت بدك تختاري، بدك تختاري كرد واحد صح؟ فعدد الاحتمالات الممكنة بالنسبة لك واحد. طيب كم دورة أنت دورتي؟ 10 دورات صح؟ إذا معناتها رح تختاري كرد من أصل 10 دورات، فبصير 1 over 10. نعم. They say 2 over 9. لا، 2 over 9 هو أعطاني إياها بالتجربة اللي هو سواها. هلا هون صار البار 2. غير التجربة، شو اللي صار عندي 10 trials. تمام؟ إذا هون تغير التجربة عندي بالجزء الثاني من السؤال، غير التجربة وأعطاني جدول على النتائج. فأنا بدي أسحب كارد واحد معناته بيمثل إمكانية واحدة. من أصل 10 مرات. تكررت العملية 10 مرات، إذا الإمكانات اللي الكلية شو كانت؟ 10، فلذلك قلت 1 over 10. تمام ليان؟ بس إذا في سمحتي بس تعلي صوتك شوي. مستر، I said like they didn't say that you should choose one card. They said drawing two double turn cards in a row. تمام، خلينا نقرأ السؤال من الأول. Suppose the table shows the result of 10 trial. إذا نحن افترض هلا إنه غير السؤال وقال لي هالجدول هذا بيمثل نتائج 10 تجارب أو 10 تجارب of assimilation A. هلا assimilation A يعني سمى لك الاحتمال A. الدي ريبريزنت، هلا عم يشرح لي كل رمز شو معناته. الدي ريبريزنت ا دروينج ا دبل تيرن اكوردنج ان اس ريبريزنت ا دروينج ا سنجل تيرن. اذا هلا وضح هون شو معنى الدي وشو معنى الاس. هلا اذا اجينا لهون قال لي اكوردنج ذا ريزلت اوف ذا سيميليوشن وات از ذا اكسبيرمنتال بروبابيلتي اوف ا دروينج تو دبل تيرن كارز ان ا رو. طيب هلا نحن التجربه تبعنا هي عباره عن شو؟ عن سبينر. هلا السبينر هذا رح نفترض انه هو مقسم لتسع اجزاء. One, two, three, four, five, six, seven, eight. هيك صاروا 9. إذا قسمناه لتسع أجزاء. هلا أنا شو عم يقول لي؟ drawing two double. طيب هلا أنا هالسبينر هاد بالتجربة الأولى عندي جزئين، في عندي جزئين، هي الجزء الأول
ما الجزء الثاني، جزئين من أصل 9. هذول الجزئين اللي من أصل 9 هذول الاختيار فيهم كان مكرر دبل. شو تبقى إذا اخترت أنا 2 من أصل 9؟ شو تبقى؟ تبقى معي 7. السبعة هذول اختيارهم شو كان عم يكون؟ عم يكون بشكل أحادي سنجل. فالدبل رمزته دي اللي هن الجزئين من أصل 9. طيب الاس معناته شو صار بيمثله؟ بيمثله 7 من أصل 9. فهذا هو الاحتمال الأساسي. هذا شو اسمه؟ اسمه الاحتمال المتمم، اللي هدول لازم يكون مجموع 9 over 9 يعني 1. تمام. هلأ غير التجربة هو. طيب هون خلينا نرجع نقرأ بس مشان إذا في ملاحظات طالعة. The remaining card single. A player wants to run a simulation to estimate a probability drawing two double turn card in a row. Assuming the first card. لاحظي ليان، إذا ليش اخترنا واحد؟ شو قال لي هون؟ Assuming the first card is replaced and the deck is shuffled afterward. إذا هو بده فقط الكارد الأول، the first card، يعني الدورة الأولى. تمام؟ لذلك أنا اخترت 1. كم تجربة إحنا ساوينا؟ ساوينا 10 تجارب. إذا بدي اختار الكارد الأول من أصل 10 تجارب، فالاحتمال شو بصير؟ 1 over. نعم. Choose like one like D, right? Like D. Like you choose D to make this this probability 1/10 is for D. For S. لأنه ال S هي السنجل. هو شو بده ال first card. تمام. هلا هي احتمال تطلع S احتمال تطلع D، احتمال S احتمال D. طيب معناته احتمال انه توقف مرة على D أو مرة على S. طيب إذا طلعت دي ولا اس، شو كم وحدة طلعت معك؟ طلعت معك وحدة ما هيك؟ يعني ما رح يطلع معك رقمين، رح يطلع معك رقم واحد صح؟ صح. من أصل كم رقم؟ قديش الاحتمالات الكلية؟ من 10. من 10. لذلك شو كتبت؟ 1 من أصل 10. تمام؟ تمام. وضحت هيك أكيد؟ تمام. شوفي عندك ليان كمان أسئلة؟ مثل درس بيسد ان ان بيسد، بس يعطينا مثال عنه. ماشي. بايسد ان ان بايسد سامبلز. أول شيء هذا الدرس نظري، ما هو درس عملي. هذا الدرس عبارة عن أنه تعريف، أفهم أنا المصطلح، بيفهم كل مصطلح وشو معناته. طيب أول شيء أنه أنا في عندي 3 طرق لاختيار العينة، في عندي 3 طرق لاختيار العينة. الطريقة الأولى اسمها Sample Random Sample. الطريقة الثانية اسمها Stratified Random Sample. الطريقة الثالثة اسمها Systemic Random Sample. طيب إمتى بختار وحدة من هالطرق هاي؟ بدي افهم كل طريقة شو معناتها، بيفهم كل طريقة شو معناتها. هلا إذا كان الاختيار عشوائي بدون أي قيود بدون أي تحديد، مختار شيء اسمه sample random sample. يعني مثلا to determine whether students have heard about new products X, a research company survey randomly selected students from a computer generated list. إذا كانت عملية الدراسة بشكل عشوائي، لا تحدد المكان ولا تحدد الزمان ولا تحددت الجودة ولا تحدد شيء معي، كانت الدراسة كانت شو بشكل عشوائي، عم يدرسوا منتج جديد ولكن عملية البحث شو كانت؟ اللي شوفي هون A research company surveys randomly. إذا كان عملية البحث أو الدراسة عشوائية بدون أي تحديد، هون شو بختار؟ sample random sample. النوع الثاني اللي هو stratified random sample، بهالنوع هذا بيكون محدد عندي الزمان والتاريخ وعدد الاستبيانات، الزمن والتاريخ وعدد الاستبيانات. لاحظي مثلا قال لي to determine whether Tuesday or Wednesday، لاحظي حدد لك اليوم تاريخ.
matches are more popular. Scouser club survey 10 إذا حدد عدد السيرفي 10 randomly selected session ticket holders from each 20 إذا كمان قال لك أخذنا العينة من أصل شو 20 nearby townships إذا كانت لاحظي إنه التجربة محددة بالزمن وبالمكان وبالعدد فهون بهالحالة شو بختار stratified random sample stratified random sample الحالة الثالثة إذا كان أنا عم ساوي الاستبيان بشكل دوري يعني ما ساويت استبيان وانتهت الدراسة تبعي ما ساويت استبيان واحد وخلاص عطيت نتيجتي لا الاستبيان عندي هون مو ثابت الاستبيان عندي يحدث بشكل دوري يعني كل خمسة أيام مثلا أو كل شهر أو كل سنة أو كل خمس زبائن فهون وقت بيكون في عندي يحدث الاستبيان بشكل دوري استخدم شيء اسمه systemic random sample على سبيل المثال عم يقول to determine whether a polar bears or tapirs should be featured in the next newsletter. A zookeeper survey every six visitor who enters the front gate. إذا لاحظي عم تحدث كل ست زبائن بشكل دوري. كل ست زبائن أنا بساوي survey. تمام؟ معناتها هي شو بسميها systemic random sample واضح هيك الفرق بيناتهم ليان؟ Yes, Mr. About like the satisfied random should contain like time and date, right? Right. تمام. طيب في عندي أنواع تانية اللي هي ال voluntary response sample وال convenience sample. كمان هدول طريقتين لاختيار العينة، إمتى بختار الـ voluntary response sample وإمتى بختار الـ convenience sample. هلا إذا طبقت العينة على المجتمع كاملا على كل أفراد المجتمع بنسميها voluntary response sample. أما إذا طبقت العينة على جزء محدد من المجتمع بنسميها convenience sample. يعني مثلا to select a new school mascot all students are invited to the take survey اذا طبقت التجربه على كل الطلاب مثل الاستبيان اللي بعثوا لكم اياه اديك لما قالوا لكم شو بتحبوا نوع التعليم للسنه القادمه تعليم عن بعد ولا تعليم هجين ولا تعليم فيس تو فيس وجه لوجه فلما بعثوا الاستبيان هن بعثوه فقط لطلاب صف السابع ولا بعثوه لكل انواع الطلاب بكل المدارس إذا بعثوا للأول فالنوع اللي بعثوا لكم إياه شو اسمه؟ اسمه voluntary response sample voluntary response sample اسمه أما إذا ساويت أنا العينة على فئة محددة من المجتمع وفئة مخصصة من المجتمع هون بهالحالة بصير اسمه convenience sample يعني مثلا to determine whether there is interest in starting a dog walking club in her town Betty surveys everyone on her street. التجربة وين كانت محصورة بالشارع لبيتي فقط. ما طبقت على كل الشوارع. ما طبقت على مستوى القارات على مستوى الدول. إذا كانت السيرفي تبعها محدودة وين بالشارع تبعها حصرا. صح راحت لكل بيت بس وين بالشارع تبعها حصرا. ما طبقت على المجتمع كاملا. يعني مثل أنا إذا خصصت سيرفي وبعدها لصف السابع فقط هون شو بصير اسمه convenience sample واضح الفرق بين voluntary response sample والconvenience sample تمام هلا الخطوه الاخيره بهالدرس كيف اختار biased وunbiased كيف اختار biased وunbiased هلا اذا كان عندي الثلاث عينات الاولى الثلاث عينات الأولى اللي هن الراندوم سامبل راندوم والساتسفايد راندوم سامبل والسيستميك راندوم سامبل هدول دائما بختار معهم unbiased دائما شو بختار معهم unbiased أما إذا كان العينتين الأخيرتين اللي هن الفولنتري ريسبونس سامبل والكونفيدنس سامبل هدول بختار معهم biased بختار معهم biased فلاحظوا هنا اجتني نوع العينة اللي أنا اخترتها شو هو systemic random sample شو راح اختار معها unbiased بينما لما اجتني convenience sample شو لازم اختار معها
biased. بينما هون جتني sample random sample بختار معها unbiased. Satisfied random sample بختار معها unbiased. Voluntary response sample biased. Confidence sample biased. تمام؟ إذا البايسد بختاره فقط مع النوعين voluntary response sample ومع confidence sample. تمام؟ أما الأنبايسد بختارها مع الساتسفايد راندوم سامبل والسامبل راندوم سامبل والسيستميك راندوم سامبل. تمام هيك ليان؟ واضحة الأمور؟ تمام. شوفي عندنا أسئلة كمان. So just the last two lessons, I want just one example. إذا بالنسبة لليان عندك أنت فقط الأسئلة اللي سألتيني اياها، طيب غير ليان مين عنده أسئلة؟ طيب خلينا نشوف مين موجود معنا هلا. موجود معنا طيف ولامار وليان. ليان سالتني شو في عندها. طيف شو في عندك اسئله عن المراجعه؟ مستر والله ما عندي اسئله. كله كله واضح اكيد؟ لامار استاذ هو كان عندي اسئله مثل ليان بس كل شيء واضح، ما عندي اي اسئله. كله صار واضح اكيد؟ ايه اكيد. طيب خليني انا رح ارجع عيد المراجعه من الاول مشان اشوف اذا تذكرتوا شيء. سالوني مستر كان يو جو تو جنريت مالتيبل سامبل جنريت لايك اي سي ان ذا لاست وان ذا لاست تو اي تيل يو تو جيف سم اكزامبل اي ثينك ذات يو ديدنت هير مي. Generate multiple samples. طيب خلينا نقرأ المثال. The dot plot displays data from 20 random. إذا عدد البيانات كلياتها عندي قديش؟ 20. The random samples. Each consisting of 60 households. Each dot represents the mean number of faces of male per day. By households in the sample. طيب which number best represent the mean number of faces. طيب هون شو عم يطلب مني؟ عم يطلب مني حساب المين. تمام كيف بحسب المين انا؟ اذا عندي دوت بلوت كيف بنحسب المين؟ هلا الزيرو مكرر مره واحده فبيجي بقول له 0 تايمز 1 بلس ال1 كم مره مكرر؟ 1 2 3 4 5 بنجي بنقول له 5 1 تايمز 5 بلس ال2 كم مره مكرره عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 فبنجي بنقول له 2 تايمز 8 بلس ال3 مكرره اربع مرات بنجي بنقول له 3 تايمز 4 الفور مكررة مرتين إذا فور تايمز تو الفايف ما عليها دوت يعني ما باخذها ما إلها قيم. هلا قديش العدد الكلي إذا عدينا هالنقاط هدول شو لازم يعطيني؟ 20 20 فبنعمل هون ديفايد باي 20. طيب إذا حسبنا العملية فوق قسمناها على 20 شو راح يعطيني الجواب؟ 2.05 تمام؟ إذا هيك أنا شو بكون أوجدت؟ المين.
واضحة هي بالنسبة للصبايا جميعا؟ واضحة. تمام. الخطوة الثانية find and interpret the variability. هلا بس هي اللي variability معناتها بيقصد شو؟ المين absolute deviation. تمام؟ بس اللي find and interpret the variability in the distribution معناتها يقصد المين absolute deviation. طيب كيف انا بطالع المين absolute deviation؟ بدي اخذ المين minus كل قيمة من هالقيم هي. لناخذ المين ماينس كل قيمة من هالقيم هي. يعني مثلا اللي عندي هون انا 2.05 ماينس 0 راح تعطيني 2.05. طيب هلا ال1 كم مرة مكررة هون؟ 1 2 3 4 5 يعني 5 تايمز 1 5. هلا اذا عملنا هون 5 ماينس 2.5 راح تعطيني مثلا 2.95. تمام. هلا هون ال2 كم مره مكرره؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 تايمز 2 16. هلا 16 ماينس 2 16 ماينس 2.05 راح تعطيني الجواب 13 0.95. هون مثلا ال 3 كم مره تكررها؟ اربع مرات. 4 تايمز 3 شو راح يعطيني؟ 12. هلا 12 ماينس 2.05 راح يعطيني الجواب 9.95. بعدين ال 4 مكرره مرتين. 2 تايمز 4 يعني 8. 8 minus 2.05 رح يعطيني الجواب 5.95. So those are the same of the complement? The same of the... لا هذا المين absolute deviation. هلا عم طالع اول شيء حسبت المين، هلا بطالع ال distance between the mean and its value، طالع المسافة بين المين وبين كل قيمة من هالقيم. إذا هدول الأرقام اللي طلعوا معي هلأ هي المسافة، تمام؟ الـ distance. هلأ بعد ما طلعت المسافة بيجي بقول له mean absolute deviation equal. هلأ بحسب لهدول المين، يعني باخذ هاي الأرقام بعملها بلس على عددها. طيب رح نجي نعملها بلس. هلأ أول شيء عندي هون أنا عندي 2.05 بلس، هون عندي 2.95 بلس، عندي هون 13.95 بلس، عندي هون 9.95 بلس، عندي هون 5.95 راح يعطيني الجواب 34.85. تمام. هلأ divide by 20، هلا بيعطيني الجواب تقريبا about 0.77. هلا 0.77 انا عملت له تقريب استيميت، بيعطيني يعني about 1. طيب شو بستفيد هلا انا من هالنقطه هاي؟ بستفيد انه this means that our estimate is likely not far. لاحظوا انه اذا قارنت انا بين المين وبين المين absolute deviation، لاحظ انه الاختلاف بسيط، هذا بحدود 2 هذا بحدود 1. اذا كان الفرق بيناتهم بسيط شو بقول له؟ likely not far. اذا قارنت بيناتهم طلع الفرق كبير شو بقول له؟ بقول له likely far. تمام صبايا؟ تمام. مين عنده سؤال غير هذا؟ Just the last lesson. طيب هلا بس رح اروح للبداية المراجعة. في حدا عنده أي مشكلة بالنسبة لهدول الـ unlikely، الـ likely، الـ impossible، الـ equally likely، الـ unlikely، الـ certain؟ مفهوم المفاهيم مفهومة للجميع؟ كل واحدة شو بتعني؟ Yes, Mr. Fahmy. طيب
بالنسبة للريليتيف فريكونسي في عليها أي مشكلة في عملية الحساب؟ هلا لاحظوا أنا إذا ما ذكر أور مثل هون قال لي دوج ونون ما حط أور بيناتهم، بدي أحسب لكل وحدة لحال الريليتيف. فمثلا لقون الريليتيف فريكونسي للدوج، هلا العدد الكلي 40 نكتب تحت 40، بروح بدور على الدوج 24 أنسر الدوج فبنكتب هون 24، بنعمل لها سمبلست فورم تعطيني 6 اوفر 10 يعني 0.6 او 60%. الثاني قال لي نن، طبعا العدد كله ما بيتغير هو 40، النن قديش؟ عم يقول لي 4 انسرد نن فبنكتب 4، عملنا لها سمبلست فورم صارت 1 اوفر 10 يعني 0.1 يعني 10%. اما اذا قال لي اور بيناتهم، اذا حط لي بيناتهم اور مثل هذا المثال قال لي كار اور تراك، فهون بهالحالة بحسب الريليتيف فريكونسي للاثنين بنفس الوقت. فبطالع أول شيء التوتال، هو مو عاطيني بالسؤال التوتال، أنا بحسبه التوتال بجيبه من الجدول، نعمل 22 بلس 15 بلس 11 بلس 17 بيعطيني 65. هلا بده للكار، الكار هي 22 والتراك هي 15 فبنكتب 22 بلس 15، 22 بلس 15 هي 37، 37 ديفايد باي 65 بيعطيني 0.57 as a percent تعطيني 57%. في حدا عنده اي استفسار بالنسبه للريليتيف فريكونسي؟ لا مستر. طيب اذا عاطيني بار ديجرام، في حدا عنده مشكله كيف نحسب الريليتيف فريكونسي؟ لاحظوا هلا هون مثال قال لي انجينير اور كونتراكتور، اذا حدد لي بدنا هي وهي، استخدم الاور، اذا استخدم الاور يعني نساويهم بنفس الوقت نعمل لهم بلس. طيب كيف تجيب التوتال؟ اعطيني هون الفريكونسي لكل وحده نعمل لهم كلهم بلس، باخذ 0.22 بلس 0.34 بلس 0.2 بلس 0.24 يعطيني الجواب 1. هلا بالنسبه للانجينير هي 0.22 وبالنسبه للكونتراكتور هي 0.2، نعمل لهم بلس بيعطيني 0.42 ديفايد باي 1 يعني 0.42، 0.42 يعني 42%. تمام، واضحه بالنسبه للجميع؟ طيب بالنسبه للثيوريتيكال بروبابيلتي اوف سامبلز، كتابه فضاء العينه، How to write the sample space. في حدا عنده مشكلة فيها؟ No, stop. إذا الكومبير حكينا عنها. Mr. We should necessarily like understand the complement. طيب إذا قلت لك ليان احتمال إنه تمطر اليوم 30% 30%، تمام؟ فأنت بتسمي لي الاحتمال بي، بي اختصار كلمة probability، بي raining مثلا، بي raining على سبيل المثال، قديش الاحتمال؟ قلت لي 30%. طيب اذا قلت لك what is the complementary probability، شو الاحتمال المتمم؟ رح تقلي لي 70% ما رح تمطر، صح؟ احتمال انه تمطر 30% معناتها 70% شو؟ ما رح تمطر. طيب انا كيف بحسبوا هذا ال 70%؟ احنا قلنا دائما مجموع الاحتمالات هو 100%. ال 100% يعني قديش؟ يعني 1. فانت بتيجي بتقلي الاحتمال المتمم complementary probability، بنحط هيك بي بنحط فوقه شخطه بنقراها برايم بي، تمام؟ فهي بس تشوفي شخطه يعني الاحتمال المتمم، فبنقول له برايم بي للرينينج شو احتمال انه ما يمطر؟ هو 1 minus 30%. طيب 1 minus 30% يعني قديش؟ يعني 70%.
تمام ليان؟ مستر لازم تحمل المين لو بدك تحسبها. لا لا، ما لها علاقة بالمين هي. تمام؟ يعني مثلا هلا قلت لكم، هلا نحن يوم الاحد بكره عندنا امتحان ماث. قلت لكم احتمال نجاح ال 7 جي، عم بعمل دراسه انا لل 7 جي. قلت لكم انا احتمال بي سكسس بي اس، احتمال نجاح طلاب الصف السابع جي مثلا، قلت لكم مثلا 80%. تمام؟ طيب سألتكم what is the complementary probability، شو هن اللي ما نجحوا، قديش احتمال اللي ما نجحوا؟ فأنتوا رح تيجي تقولوا لي لازم نحسب الاحتمال المتمم، فبنقول له PS وبنحط فوقه شخطة مشان نميزها عن ال B، إنه هذا الاحتمال المتمم. كيف بنحسب الاحتمال المتمم؟ 1 minus 80%. طبعا ال 1 يعني ال 1 شو هي؟ يعني 100%. ال 1 تعني 100%. ف 100% minus 80% شو راح يعطيني؟ 20%. مستر so at every complementary probability we should get to 100 and then subtract it by the number. Yes. لأنه الاحتمال المتمم دائما بده يكمل الاحتمال ومتممه بده يكملوا بعض ليصيروا واحد. تمام؟ تمام. يعني مثل لما نقول هلا انتم قديش عددكم طلاب ال 7 جي؟ سبع بنات؟ 8 or 9 I think. نفترض سبعة مثلا، رح نفترض انه انتم سبعة، كويس؟ إذا السبعة هي شو بتمثل بالنسبة لي؟ 100%، هذا الإمكانات كاملة. طيب قديش حضران أنا عندي اليوم؟ حضران عندي طيف وليان ولامر. فأنا قلت اليوم احتمال الحضور 3 out of 7. تمام؟ إذا قلت أنا احتمال P present، إذا الحضور اليوم عندي كان 3 من أصل شو؟ من أصل 7. طيب إذا قلت لك ليان احتمال احسبي لي الاحتمال المتمم الكومبلمنتري بروبابيلتي، فرح تقولي لي أنت إنه اللي ما حضروا مجموع الاحتمالات كلهم لازم يكون 1 ناقص الناس اللي حضرت. طيب هلا ال 1 هون شو بتمثل؟ بتمثل 7 over 7 minus 3 over 7. طيب 7 minus 3 4 over 7. إذا معناته بتقولي لي أنت اللي ما حضروا هن 4 من أصل 7 واللي حضروا 3 من أصل 7. طيب إذا جمعناهم نحن 3 من أصل 7 زائد 4 من أصل 7 شو راح يعطوني؟ راح يعطوني العدد الكلي اللي هو 7 من 7 يعني 1. فلاحظي إنه دائما مجموع الاحتمالات شو لازم يعطيني؟ لازم يعطيني 1 بالنتيجة. تمام ليان؟ تمام. واضحة هيك للجميع؟ واضحة. طيب الـ probability of compound events حكينا عنها. الـ similitude chance events حكينا عنها. البايسند اند انبايسند سامبلز كمان حكينا عنها. الميك بريدكشن هي ما حدا سالني عنها، خلينا نحل وحده. A guidance counselor randomly survey 30 senior. اذا العدد الكلي كان هو 30. About their post high school plans. The tables shows the result predict how many seniors out of 180. هلا قال لي اذا غيرنا الدراسه ساويناها بدل 30 180. اذا غيرنا الدراسه صارت بدل 30 شو صارت؟ 180.
إذا معناتها صار العدد الكلي بالنسبة إلي 180. 180. طيب. Will be begun studying for a bachelor's degree after high school. طيب بدي أروح أنا أرجع للجدول شوف اللي بدنا يدرسوا البكالوريوس البشرز اللي بدنا يدرسوا بكالوريوس عددهم قديش عندي في الجدول 17 17 إذا هدول اللي درسوا بكالوريوس كان عددهم 17 من أصل 30 طب نحن إذا غيرنا العدد إذا صاروا 180 قديش يا ترى بتصير نسبتهم؟ نختار أني فاريبل مثلا إكس طيب بهالحالة شو صار عندي أنا صار عندي proportion كيف بنحله هذا بنساوي across product بنساوي له across product يعني 30 times x equal 17 times 180 17 times 180 بيعطيني 30,060 صار عندي equation نعمل بقى divide by 30 divide by 30 30 divide by 30 رح يعطيني x وهون 3060 divide by 30 رح يعطيني 102 مين عنده اي سؤال بخصوص هاي الفكرة؟ No questions from me. تمام الجنريت مالتيبل سامبلز حكينا عنها كومبير تو بوبوليشنز حكينا عنها ولا ما حكينا عنها حكينا عنها هي I don't think so كومبير تو بوبوليشن طيب هلا في انا عندي سويت تجربتين مثلا ذا دوت بلوت شوز ذا افريج miles per gallon of gas for various cars and trucks. هلا أنا سويت تجربة عملت مثلا بين أنواع السيارات وبين أنواع الشاحنات بالنسبة لمصروف البترول كل واحدة قديش بتصرف بترول بالميل يعني السيارة إذا مشيت ميل كم جالون بيلزمها والترك إذا مشي ميل كم جالون بيلزمه تمام؟ compare their centers and variability. What are some appropriate inferences you can make about the data? كيف بدي حدد أنا أو أعرف إنه يعني شو المقاييس المناسبة اللي بدي استخدمها؟ شو المقاييس المناسبة اللي بدي استخدمها؟ طيب لاحظوا هلا أنا إذا جيت للتجربة الأولى بحسب المين مثل ما شرحنا قبل شوي حساب المين. حسبنا المين للتجربة الأولى طلع عندي 26. تمام شو معناته 26 يعني هي كل 26 ميل السياره كل 26 ميل بتصرف جالون تمام هلا بنرجع لحتى اشوف الاختلاف بين السيارات بحسب شيء اسمه شو المين ابسولوت ديفيشن فالمين ابسولوت ديفيشن شو عطاني 1.6 تمام قال لي يعني اذا اختلفت السيارات بصير كل 1.6 ميلز بتصرف جالون هلا بحسب المين للتراكس للتجربة الثانية حسبنا المين أعطاني 20 طيب حسبنا الاختلاف بين الشاحنات أعطاني 1.78 هلأ أقارن بين المين للتجربة الأولى والمين للتجربة الثانية تلاحظوا أن المين بالتجربة الأولى أكثر كان أكثر من التجربة الثانية بينما المين absolute deviation بالتجربة الثانية كان أقل هلأ من خلال المقارنة فمشي أنا بعطي analyze بقول له cars have a higher average إذا السيارات كانت بالنسبة لنا المين إلها أو الأفريج أعلى بالميل بير جالون مصروفها أكثر كان لاحظوا إنه السيارة تصرف كل 26 ميل تصرف جالون بينما الشاحنة كل 20 ميل تصرف جالون معناته السيارة أوفر اقتصاديا أوفر من الشاحنة إنه بتمشيني 6 ميل زيادة تمام طيب بكمل التحليل with less variation لكن الاختلاف كان قليل اذا قارنا بين السيارات هون الاختلاف بين السيارات كان 1.6 هون الاختلاف بين السيارات كان 1.78 كان هون الاختلاف اكثر بالشاحنات كان الاختلاف اكثر بينما بالسيارات كان الاختلاف شو اقل
فلذلك بالسيارات شو راح نقول؟ less variation. less variation. You can infer that randomly selected a car is likely to have higher average mean per gallon than randomly selected a truck. واضح هيك؟ there's like not one answer. تمام. هلا بالاخير انا بدي طالع نتيجه واحده، انه السيارات هي الافرج فيها اعلى والاختلاف فيها اقل. هذا الجواب وهذا بكفي، الباقي شرح. اذا الجواب شو هو؟ cars have a higher average miles per gallon with a less variation. اذا هذا الجواب. تمام؟ تمام مستر. كيف تحسب المين هون؟ like here in the car if you count the point they will be هلا الارقام هون نفسها، هون 22 هون 22. تمام؟ هون 24 هون 24. 22 تايمز 22 تايمز 2 يعني هون هلا اول شيء عندك 1 تايمز 22، بعدين هون 2 تايمز 22، بعدين هون 4 تايمز 22، بعدين هون 2 تايمز عفوا هون 22 هون 24. خليني اسوي لك اياها. هي المين؟ هلا هون عندي انت 1 دوت يعني 1 تايمز 22 يعني 22 بلس. هلا عندك هون 2 تايمز 24 2 تايمز 24 بلس. هون عندك 4 مثلا، هون عندك 26 4 تايمز 26 بلس. هل عندك هون 2 تايمز 28 2 تايمز 28 بلس. هل هون عندك 1 تايمز 30 يعني 30. طيب قديش العدد الكلي؟ بعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يعني ديفايد باي 10. طيب اذا عملنا له بلس وديفايد باي 10 شو راح يعطيني الجواب؟ 26. هلا هون فوق راح يعطيني 260 ديفايد باي 10 راح يعطيني 26. نفس الطريقة الأيام بحسب المين لهون يعطيني 20. You divide it by 10 like I think you should divide by 1 like the here 1 2 3 like 5. دائما بالمين بقسم على العدد، دائما بالمين بقسم على العدد. تمام؟ طيب في حدا له سؤال على هالفكرة هون؟ No question. طيب الأساس فيجوال اوفرلاب حكينا عنها، هاي في حدا عنده مشكلة عليها؟ Mister, can you like repeat the first question? تمام. هلا أنا بكون عندي عينتين، تجربة أولى وتجربة ثانية. عندي مثلا هون أنا طالبتين، شو المطلوب مني؟ How many measures of variability separate the means of the sample؟ بدي أعرف المقاييس التشتت أو مقاييس الاختلاف. فأنا هون بعطي نسبة، بعطي نسبة، نسبة شو بتقول؟ Find the difference between the means divided by the mean absolute deviation. فبجي أنا للبنت الأولى، البنت الأولى كان المين إلها 45، البنت الثانية كان المين إلها 55، فبيجي بنقول له 55 minus 45، 55 minus 45 divide by the mean absolute deviation divide by 4.5. فهون 55 minus 45 رح يعطيني 10 divide by 4.5 يعطيني 2.22. هلا بعد ما أحسب المقياس بقارنه مع مين؟ مع الاثنين. إذا كان أكبر من الاثنين، إذا كان أكبر من الاثنين بعطي النتيجة إنه likely to be different. وإذا كان أقل من اثنين، إذا كان أقل من اثنين مثل بهذا المثال، إذا كان طلع معي أقل من اثنين بعطي النتيجة إنه to be the same. To be the same. تمام ليان؟ يعني الجواب بيكون to be the same أو to be different؟ يا سلام. برافو عليك. تمام هيك صبايا؟ تمام. طيب هيك نحن بنكون انهينا المراجعة، وإن شاء الله بكره الامتحان الساعة 10 إن شاء الله موفقين جميعا.
وهي آخر جلسة لهذا العام، نشوفكم إن شاء الله على خير السنة القادمة بصف الثامن إن شاء الله. ف good luck for all and thank you for your listening and this is our video today, this is our revision. See you إن شاء الله next year. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.